رجعت وقفت وما عرفت كيف بدي لاقي الأدلة. أنا لهلأ ما قدرت أعرف مين هو القاتل وما لقيت شي عنه. مين في هيك عداوة بينه وبين نيلا؟ اختاري ايد منهم، واحدة فيها اسمي والتانية فيها اسمك. وقت انتي رح تختاري ايد منهم، اكيد اسم الشخص اللي رح يكون بهاي الايد رح يكون اكيد بحب التاني اكتر. ميت انا متوترة كتير، وانت انتي اختاري واحدة، هاي الايد ولا التانية. يلا على فكرة مثل ما توقعت انه ميت هودة بتحب ميت اهلاوات اكتر ما بيحبها، وهي بتنسى على طول انه ما في قضية صعبت عليها وما في مشكلة صعبة وما لقت لحل، ولو شو ما صار معها رح تضل قوية ورح تقدر تلاقي حلول ما بتخطر على بال حدا، وهي كمان رح تطالعني من السجن بأسرع وقت. أنا واثق فيها ومتأكد من حكي. طيب فكر منيح وحاول تتذكر كل التفاصيل وقت نزلت بالسوق لحتى تشتري الجرايد والغراض. أنت شفت شي حدا عم بيلاحقك هنيك؟ شخص ماشي أو سيارة؟ هلأ أي تفصيل كتير رح يفرق ورح يسهل علي شغلي. يلا حاول تذكر يا روحي. يا قلبي، المحل تبع الجرايد كان تقريبا بنص السوق، والمنطقة كانت كتير زحمة لهيك اضطريت صف سيارتي برا السوق من الأساس. وحتى لو كنت شايف القاتل أكيد ما رح أقدر أتذكر شي من هاي التفاصيل يا ميت، وما بظن أنه في حدا انتبه أنه في شي غريب، وإلا كان إجا ونبهني، واللي صار هنيك يبدو صار بشكل كتير سريع، وعلى الأغلب مثل ما قلتي كان متخبي بعيد عني وأنا ما قدرت أحس عليه. انتهى وقت الزيارة. أكيد أنت معك حق، بس يمكن في شي حدا شاف القاتل بوقتها. أنا رح طالعك يا روحي. بعرف هالشي.